نشوفوا الرئيس الاتحادية السابق سي بن عمر بن رحال تقريبا تعاش نفس الوضعية في وقت من الأوقات وين كان المنتخب الوطني بدون مدرب، وانت كنت ربما كانت عندك أمام مسؤولية تاريخية باش تجلب مدرب للمنتخب الوطني وجلبت آنذاك رابح ماجر. حاليا حتى ما نعودش للتاريخ، حاليا كيف تشوف الخروج تاع جمال بالماضي؟ نحن في مرحلة حساسة، في مرحلة إعادة بناء، وفي نفس الوقت في مرحلة تحقيق النتائج. احنا أمام كذلك تحقيق النتائج، لأن فيه كثير، عندنا تصفية كأس العالم، تصفية كأس إفريقيا، عندنا دورة دولية ستقام في الجزائر شهر مارس المقبل، وبالتالي ضرورة اختيار مدرب مناسب للمنتخب الوطني. احنا سبحان الله هو كانت عنده فرصة السيب الماضي نشكروا على الشيء اللي يدار على مستوى الفريق الوطني، ما نجموش ننكروا هذا الشيء اللي داره، هو الحقيقة هذه وقعت في الميدان. ومن بعد هو كانت عنده فرصة من بعد الهزيمة تاع الكامرون، كان ثم يخرج من باب الواسع، وزاد واصل عليه، لأنه قعد نهضروا الحق، الأنصار بالأغلبية تاع الأنصار الجزائريين قاعد طلبوا منه بيزيد يواصل العمل تاعه، واصل تاع العمل تاعه بكلية وإخلاص، وربي ما سهلش المهمة تاعه، جاء الوقت وين يخرج روح حط الاستقالة تاعه. ونتمنى إن شاء الله المدرب الجديد اللي يجي إن شاء الله يكون في المستوى سواء محلي سواء من الخارج ليسونسيال، مي سي فؤاد انا نقولكم سي لا غراند ايكيب كيفي لونترينور. انا عشتها في القريه تاع معسكر، لونترينور تجيب له ان غراند ايكيب هو يفي لو كومبليمون يكومبليت، لا تجيب له ان ايكيب عوجه ان ريان افير بو ريان فير، لو كانوا مع شكون هو يجيب له مير لونترينور دي موندي بو ريان فير ان بون ايكيب ان غراند ايكيب. راه عندي حدايا مدرب راه يشوف فيه يتكلم معاه قدامه، ولكن تجيب غير المهرسين واش بغا يدير سي حنكوش يشقمهم هو؟ نو مسيو، تجيب له ثاني ان غراند ايكيب ان تري بون جوار، تجيبهم له هو اي كومبليت، يديهم يديهم دو بون ما يعرف وين يحطهم، ما دون دومين تكنيك سي سون دومين، هو يعرف وين يبلاصي لي جوار تاعه وين يجيب، مي ليسونسيال يفو مات كل يفو شوارزي الميير جوار. هذا ما نطلب من المدرب اللي نتمنى ان شاء الله يكون في المستقبل ان شاء الله اللي قبضنا الفريق الوطني، اللي نتمنى ان شاء الله التوفيق وربي ينجحهم ان شاء الله. تك صحه سيد عمر.